السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. مع حضراتكم أستاذ دكتور علاء السعيد، بشرف بحضراتكم النهاردة في فيديو قصير وممتع إن شاء الله بإذن الله، استكمالا للسلسلة السابقة. بنتكلم على البلاسنتيشن أو الأوضاع المشيمية أو الوضع المشيمي للأزهار، للبويضات داخل الأزهار في الميديات. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، القطاع اللي عندنا ده قطاع طولي اللي على اليسار بيبين المبيض حجرتين وبيبين خروج او مكان اتصال البويضات بالمشيمة على المحور. نفس الكلام هنا بس ده عرضي. بص نبص هنا مع بعض كده، ايه التعريف بتاع يعني ايه وضع مشيمي، يعني طريقة اتصال البويضات بجدار المشيمة. ادي البويضات بالشكل ده كده، وادي خروج المشيمة اهي اهي طالع من الجدار. نفس الكلام هنا طالع من المحور، هنا طالع من المحور، وادي البويضات وادي مكان خروجها. يبقى احنا هنشوف دلوقتي الاوضاع المختلفه اللي تتصل بيها البويضات بالجدار الخاص بالمبيض الزهر ازاي. هنشوف مع بعض كده، ادي القطاع بالطول اهو بالشكل ده كده، وبويضات في جنب واحد. لو انا خدت قطاع عشان اشوفه بالعرض هلاقيهم في جنب واحد بالمنظر ده. طب لو كان في الجنبين، جنب واحد حافي مارجنال، خلاص اكتر من واحد يعني هيبقى اتنين او اكتر، ده بنسميه جداري. طب لو كانت البويضات طالعه من المحور في اللي في النص ده كده، يبقى ده ايه؟ محوري. طب لو كان اهو نفس الكلام، محوري هنا حجرتين هنا ثلاث حجرات، وبالتالي القطاع بتاعنا حسب انا واخده من هنا كده بالعرض فاشوفه بالشكل ده كده. ليه؟ طب ليه هنا الجزء ده مقفول؟ ما هو هنا ده مر، لما يجي اي قطاع هقطعه بالشكل ده كده هيمر في جدار وبعدين يمر في حجره. اهو اهو هيمر في جدار وبعدين هيمر في حجره. طب نشوف بقى لو كان البويضات حوالين محور في النص هنا بالمنظر ده كده، احنا قلنا حالتين، حجره واحده اهي. اذا كان العمود ده واصل لغايه الاخر يبقى ده مركزي، طب مش واصل لغايه الاخر مركزي سائب، وهنشوف ده بالتفصيل. طبعا لو انا قطعت في الجزء اللي تحت ده هنا هيبان لي بالمنظر ده، طب لو قطعت في المبيض فوق في الجزء اللي ما فيهوش حاجه هيبان لي فاضي. طب لو كان هما على المحور هنا وواصل لغايه الاخر بالشكل ده كده يبقى ده المركزي او المنظر ده. عشان كده قلت لكم لازم نشوف القطاعين، يعني لو انا شفت القطاع اللي بالعرض بالشكل ده هنا وهنا مش هعرف هل ده مركزي ولا مركزي سائب، يبقى محتاج اخد قطاع طولي عشان اشوف هل ده واصل لغايه الاخر العمود ده زي كده ولا مش واصل، يبقى هنا مركزي هنا مركزي سائب. لو حصلوا فيه بويضه او اكتر موجودين في القمه هنا يبقى ده قمي. طبعا لما حاجه اقطع، لو قطعت في الحته بتاعت البويضه هيبقى لي بالشكل ده، طب لو قطعت تحت بعيد عنها هيبقى لي فاضي. نفس الشيء بالنسبه للقاعدي، هيبقى بويضه او اكتر في القاعده، لو انا قطعت هنا هيبان لي بالمنظر ده، لو قطعت فوقيها شويه هيبان لي فاضي. طب نروح نشوف بقى الحكايه بدات ازاي. الناس العلماء بتوع التطور بيتكلموا بالشكل ده. احنا طبعا ايه ما يهمناش قوي الحكايه جت ازاي، اللي يهمنا بس الانواع، لكن واجب عليا وانا بشرح ان اقول المعلومه كامله. هم بيفترضوا ان النباتات الزهريه اللي فيها مبيض، ان المبيض ده او النباتات دي جت من نباتات اللي هي عاريات اللي ايه البذور او غير كاسيات البذور. يعني بيقول لك ان ده عباره عن شكل الورقه، وكان الاسبرانجيا او التركيبات بتاعت التكاثر موجوده هنا على حافه الورقه، فبالتالي لو قطعنا فيها هتبان لي بالشكل ده، الورقه اهي واتي الجزء هنا باين على الاطراف. طب حصل مع التطور بقى هيحصل ايه؟ تبتدي الورقه دي او شبه الورقه دي تبتدي تلتف، وبرده شايله على الحافه بتاعتها الاسبرانجيا او اعضاء التكاثر، خلاص او وحدات التكاثر، فبتبان بالمنظر ده. لغايه دي بيسموها ايه؟ اول ما تقفل بالشكل ده كده بقت قفلت، بنسميها كربله. يبقى كلمه كربله جايه منين؟ جايه من الورقه بتاعت عاده البذور اللي هي قفلت وعملت مبيض، هنسميها كربله. والجزء ده كربله، وهنعرف مبيض ده لان الكربله دي بتتكون، فاكرين في الفيديوهات السابقه كان في مبيض وفي قلم وفي ميسم. المهم ان هنا عندي دي اصبحت كربله، يبقى كانها جايه من هنا يعني. طبعا هنا دي لو كانت ورقه واحده هتلف بالشكل ده كده. طيب ممكن تبقى اكتر من ورقه؟ ادي ثلاث ورقات موجودين عندنا مقفولين والتحموا بالمنظر ده كده، وده هنشوفه بتفصيل حالا دلوقتي. طبعا بتوع التطور بقى بيقول لك هو مين، طب مين جه قبل مين ومين اعطى مين؟ ده الكلام بقى على تفصيل. فممكن يقول لك ادي الكراب اللي منفصله بالشكل اللي جت من الاوراق زي ما احنا شرحنا كده، لو راحوا وبقى منهم كل واحده لحالها ممكن تبقى البويضات في هنا قاعدي، يدينا طبعا هنا مارجنال حافي، انما هنا المفروض بيكون ايه؟ بيزل او قاعد. طب ممكن يدي حاجه ثانيه لو التحموا مع بعض على محور في النص، ده الاكزايل او المحوري. طب لو حصل بويضات كانت على الحافه من بره خالص يبقى برايتل
او جداري. طب لو كانت في النص حوالين محور يبقى ده اللي هو المركزي، ده هنا محوري. خلي بالك هنا كل الجدور دي بقى ده فراغ واحد، يبقى ده عباره عن مركزي او مركزي سائب زي ما هو كاتب فوق. في اشكال تانية ممكن يقول لك والله ادي البويضات اللي هي المارجنال بالشكل ده كده موجوده في شكل مارجنال في الكراب المنفصله، التحمت عطاني محوري في كذا حاجه بقى، يا اما يروحوا للجدار من بره يبقى ده بارايتال، او انه يروح للقمه يبقى باندولس، او اللي هو الجزء القمي او قاعدي. او تعالى نشوف مع بعض بقى، هنشوف امثله. ادي هنا دي ورقه 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 اللي هي لسه في عمليات البذور، لما يجي يتقفل يديني ثلاث كرابل اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده، والبويضات في النص على محور بالمنظر ده، بس هما لسه التحموا؟ لا ما التحموش، كل ورقه اتقفلت بس لسه الكرابل هنا منفصله. كرابل بقى اسمها كربله، ليه سميتها كربله؟ عشان اتقفلت الورقه. طب ليه منفصله؟ عشان كل واحد لوحده. لو انا جيت بصيت وكبرت هنا الشاشه او زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده كده اهو، كل كربله لوحده، وعشان كده اي واحده فيهم البلاسنتيشن بتاعها بيكون بلاسنتيشن حافي. طب تعالى نروح نشوف ممكن تدي حاجه تانية. زي ما احنا شايفين هنا الثلاث كربل في الحاله دي التحموا، وبرده هنا في المحور في النص بقى اكزايل، والشكل اللي قدام حضراتكم واضح هنا اهو. طب نيجي نبص هنا كده، التحموا ايضا بس بقى في فراغ واحد يعني حجره واحده، وادي البويضات على موجوده فين؟ على الجدار زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده كده اهو. اهو هنا نشوف شكل اخر اهو، هنا عندنا ادي الورق اللي احنا قلنا عليها في عمليات البذور، وادي هنقول البويضات موجوده على الحرف هنا، البويضات موجوده على الحافه، على الحافه يبتدي يتقفل بالشكل ده لغايه لما يتقفل خالص بقى موجود هنا، يبقى ده وضع مشيمي حافي اهو، وده المثال بتاعنا. ادي الورقه اهي اتقفلت عطاني كربله مقفوله، وادي البويضات على الحافه بالشكل ده. عندنا بقى البسله وعندنا امثله كثيره، يعني لو جيت كبرت هنا زي ما حضراتكم شايفين ادي البلاسينتا اهي، ادي البلاسينتا وادي البويضات بالشكل ده كده. هنا لو قطعته بالعرض هيبني بالشكل ده كده، ده قطع طولي وده اكنه بالعرض. طبعا حد يقول ده مش مبيض زهر، هقول له ايوه، ما انت لو ناصح بدل ما نقطع في الازهار هيبقى المبيض صغير، ما هو الوضع المشيمي بتاع البويضات هو هيبقى نفس الوضع المشيمي بتاع البذور اللي موجوده في الثمره، ده شرحناه في فيديو سابق. طب نروح للمثال الثاني بقى، نشوف بقى حكايه الالتحام. الالتحام عندنا اما التحام بيكون بالميسم فقط او الميسم والقلم، ويفضل هنا الباقي فاضي، يعني هنا المبيض اهو سايب والقلم، التحام ميسم بس خلاص، او التحام بالشكل ده زي ما احنا شايفين في المثال اللي هنا المبايض منفصله. هنا بقى الالتحام بالمبيض لكن القلم والميسم سايبين. ادي الثلاث اوراق بالشكل كده التفوا بالمنظر ده، هنا واضح عندي ان كل واحد لوحده، يعني حصل في تحول الى شكل كرابل بس كرابل منفصله بالمنظر ده كده. وهنشوف مثال اهو، ادي الورقه اهي اتقفلت كل كربله لحالها زي ما احنا شايفين، والبيضات على الحافه. طبعا اذا كانت دي بقت ثمره يبقى في الحاله دي عباره عن بذور. طبعا هو كاتب اوفيولز وسيدز، اذا كنا بناخد في الزهره هنسميها بويضات، اما لو حصل بقى في ثمره فهتبقى اسمها بذور. وادي شكل مكبر للكرابل المنفصله. تعالى بقى نروح نشوف مثال اخر، اهو ادي كربله 2 3 هنا خمس كرابل بالمنظر ده كده، يعني دي كربله، ادي المبيض وادي القلم وادي الميسم في كلهم لكن منفصلين. وطبعا الوضع المشيمي هيكون محوري. تعالى هنا حصل التحام كامل بقى، ادي ان هو المبايض بالشكل ده كده، وادي الاقلام التحمت، يبقى ده التحام بالقرابل المختلفه، يبقى القرابل كلها التحمت في شكل التحام كامل. تمام. طب تعالى نبص هنا في شكل اخر، ادي بالشكل كده الكرابل هنا التحمت بس فراغ واحد، فاصبح هنا الوضع المشيمي جداري زي ما احنا شايفين على الجدار اهو، على الجدار بالمنظر ده كده. هنا عايز يوضح لي بيقول ساعات لما بنقفل بيحصل التحام، ممكن يتكون سبتم كامل يعني جاي من الجدار نفسه كده، او بيكون البويضات على الجدار وفي هنا زي غلاله او غشاء بنسميه فولس سبتم او حاجز كاذب، ما هوش حاجز حقيقي، يعني الوضع المشيمي انا مش هسميه اكزايل، لا هسميه بارايتال. طب تعالى نروح بقى هنا، ادي الوضع المشيمي المارجن اللي احنا قعدنا نحكي فيه لغايه دلوقتي، ادي الكربله بتتكون، ادي مبيض، ادي قلم، ادي الميسم. جميل كده؟ حلو. انا القطاع عندي بالعرض بالشكل ده، حسب انا هقطع ازاي، لو خدت القطاع رقم واحد يبقى همر بالبلاسينتا وبويضات يبقى هتبلي في جنب بالشكل ده، يبقى ده القطاع الطولي بتاعها. طب لو انا خدت القطاع بالشكل ده هيبني الحجره فاضيه. طيب اهو ادي مثال لينا، ادي الثمره اهي، وادي المارجن او الحافه، وادي البويضات عليها، لو خدت قطع بالعرض ادي المبيض بالعرض اهو، او هنا بقت ثمره مش مبيض، وادي السيدز او البذور بالشكل. ليه قلت كده؟ لان دي هنا عباره عن حصل فيها عمليه الاخصاب، وجايب لي هنا الشكل الزهره كامله.
ادي منظر اخر، ادي هنا الحافه بالشكل ده كده، ادي البلاسينتا وادي هنا طبعا ده اللي هو الفول، ويبتدي يتكون عندي حبه الفول هنا بالشكل ده كده اللي هي ايه البذور. ادي قطاع مره ثانيه هنا، ادي الحافه، ده كل ده قطاع مارجنال، كل ده بتاكد على المارجنال اللي هو الحافي على الحافه. طب تعالى نروح ادي منظر اخر، ادي قطاع بالعرض وادي بلاسينتا هنا وهنا على الحافه، وده قطاع بالطول، ادي البلاسينتا اهي وادي البويضات. طب هنا برضو هنا كرابل المنفصل، ادي كربلا 2 3 4 5، هنا 1 2 3 4 5 6 7، المهم اي واحده هقطع فيها ادي مكان اتصال البويضات فبيديني الشكل ده اللي هو الشكل الحافي. وادي المثال مره ثانيه مكبر، ادي هنا بقى، هنا مش هقول بقى البويضات، هنا بقت ايه بذور، دي البسله، بسله الزهور، وادي البلاسينتا وده قطاع العرض بتاعها، وادي البلاسينتا وادي البذره وادي الغرفه بتاعها، يعني المارجنال هنا بيكون في غرفه واحده. ونفس الكلام هنا بشكل بقى مكبر عشان يبين البلاسينتا والاتصال بتاعها. طيب تعال نروح الوضع المشيمي الجداري. بنلاقي هنا ادي، انا عرفت منين ان دول ثلاثة؟ ادي واحد اتنين ثلاثة، واعرف من الحز اللي موجود هنا ده، خلاص الجروف اللي موجود هنا، او بعرف من المكان اللي طلع عدد البلاسينتا، ادي واحد ادي اتنين ادي ثلاثة، ممكن تطلع بويضة او اكتر، المهم ده وضع المشيمي ده. ادي الرسمة وادي القطاع الحقيقي اهو، وادي البويضات بالشكل ده كده جدا. تعال نروح ادي جداري مره ثانيه، ادي مكان البلاسينتا وادي البويضات، ادي مكان البلاسينتا وادي البويضات وادي الاتصال اهو، نفس الكلام 1 2 3، نفس الكلام ادي 1 2 3، احنا بنشوف امثله مختلفه يعني. هنا واضح عندي فين البلاسينتا، هنا جداري برضو، هنا بصوا الجدار اهو جاي من هنا وعامل لفه بالشكل كده وشايل البويضات بالمنظر ده كده، هنا واضح جدا اهو، ادي البلاسينتا وادي البويضات بالشكل ده، ده كده جداري مش طالعين من على المحور، لا طالعين من على الجدار. طيب تعال نروح هنا نفس الكلام، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته، هنا ده هنا بقى ده الحق بتاع الظهر بتاع العائله الخشخاشيه، هنا بيكون طالع على الجدار زي ما واضح هنا، ده الجدار اهو ممتد لغايه هنا وطالع شايل البويضات زي ما احنا شايفين، تمام كده، فبنسميه جداري، وساعات بيسموه سوبرفيشال او سطحي. ادي المنظر مره ثانيه اهي، ادي الزهره وادي هنا الثمره، عملت الثمره لو قطعت فيها هلاقي ادي الجدار ممتد وشايل البويضات يمين ويسار بالمنظر ده كده، اهو نفس الكلام هنا، ادي الجدار ممتد وشايل البويضات يمين ويسار، عشان كده بنقول ايه، خلي بالك ده حجره واحده، كلها حجره واحده ما اتقفلتش الا حجرات، والرسمه باينه عند حضرتك، يبقى ده وضع مشيمي جداري. تعال نشوف بقى، ادي المبيض عندي اهو، ممكن يكون في اتنين بلاسين طبعا، يبقى اكتر من واحده، يبقى اتنين او ثلاثه او اكتر، لو قطعت بالطول هيبني بالرسم اللي على اليمين ده هنا، طبعا دول هنا واضح ان هما حجرتين بالشكل ده كده، ممكن يكون حجره واحده، ممكن تبقى حجره واحده وجداري، خلاص. طب لو قطعت هنا في الجزء بتاع الجدار ده في السبطه من اللي بينهم هيبان لي مقفول بالشكل ده كده، هنا اهو برغم دول ثلاث حجرات وادي طالع من على الجدار من هنا، طبعا لو قطعت هنا القطاع رقم واحد او اثنين بالشكل ده اهو هيبان لي النص، دايما لما يمر هيمر هنا فين، في سبطم او حاجز وغرفه فاضيه، فدائما القطاع الطولي ممكن لما حاجه ياخده مش هيبان حاجه هنا، هيبقى عندي فاضي، طبعا رقم اثنين ده المفروض يبقى جاي ايه شويه الناحيه دي، ادي اربع حجرات بالشكل ده كده، حاجه من الاثنين، يا همر بسبطم سواء بالطول او العرض هيبان لي مقفول بالشكل ده كده، او همر بحجرتين هيبان لي بالمنظر ده، سواء اتجاه هنا او اتجاه اللي هنا. طب وادي شكل ثلاثي، طيب ادي هيمر بسبطم من هنا، هنا بقى المفروض يبقى ايه، يا اما فاضي بالشكل ده كده، يعني لو شفنا مثلا ايه رقم ايه اثنين اهو ما مرش ببيضات، لو كان في لو في بيضات حجمها كبير شويه عشان كده اعملها بلون مختلف فمش هتبان غير هنا، لكن مش هيبان اتصالها بفين؟ بالجدار، هتبان كانها سايبه بالشكل ده كده. هنا طبعا زي ما احنا شفنا في الرسومات اللي قبل كده وشفنا في القرع قبل كده، شفنا ادي جدار ممتد هنا ولافف بالمنظر ده وشايل، يعني ده مش محور، لا مش محور ده امتداد الجدار، وبرضه بنقول عليه جداري، لو خدت قطاع بالطول بالشكل ده كده هيمر في حاجز ومكان فاضي اهو في اي اتجاه من الاتجاهات. هنا لو كان أربعة نفس الكلام، هيمر بحاجز ويمر بحاجز تاني، يبقى يبان لي بالشكل ده وفي الجزء ده فاضي، اما لو مر من هنا في الجزء اللي فاضي ده خالص هتبان الحجره فاضيه، يعني صعب ان هو يمر بالبويضات. نبص لشكل اخر بالمنظر ده كده، احنا شفناه، شفنا القطاع الحقيقي بتاعه، فبالتالي يا اما هيبان لي بالمنظر ده كده وهيبان لي عباره عن فراغ كامل وهيبان لي بعض البويضات ومش هيبان مكان اتصالها بالجدار. طب هنا بقى الرسمه دي مهمه جدا، ليه؟ دي كربله واحده وده وضع مشيمي حافي، جميل،
لو حصل بقى وكذا واحدة التحموا وطلعت البويضات من المحور، يبقى ده محوري. بص اللي شبهه بالظبط اللي تحت ده، مش ده شبه ده، بس البويضات هنا طالعة متصلها مع المحور، انما اتصلها هنا مع الجدار، يعني اللي تحت ده جداري انما ده محوري. طب الاتنين دول لو انا اللي في المحوري ده، لو انا شلت الجدر دي وفضلت على المحور في حجرة واحدة، يبقى ده اصبح يا اما ايه احنا قلنا قبل كده، يا اما هيبقى مركزي او مركزي سائل. نشوف اللي بعد كده. ادي وضع المشين المركزي السائب، ادي القطاع اهو، ادي بص المحور ده مش واصل لغايه الاخر، يبقى ده مركزي سائب، ده شكله هو قبل القطاع وده بعد ما قطعنا فيه، اهو مش واصل لغايه الاخر. المحور اهو شايل البويضات، نفس الكلام المحور اهو وشايل البويضات، المحور اهو وشايل البويضات، يبقى ده مركزي سائب سواء في قطاع بالعرض او قطاع الطولي. نفس الشيء بعض انواع الفلفل، ليه؟ لان الفلفل لما هنشوفه هنشوفه في مكان تاني اساسا، ممكن في اكتر من نوع من البلاسنتيشن. ادي البلاسنتا بتاعت الفلفل وادي البذور بالشكل ده كده، نفس الكلام. تعالى منظر تاني اهو، نفس كده، ده القطاع اللي بالعرض اهو، وادي البويضات بالشكل ده، هنا المحور كبير جدا اهو واخد معظم حجم المبيض، وادي البويضات بالشكل ده محوري سائب. ادي وضع مشيمي محوري سائب، هنا طبعا يبان ازاي؟ لو انا قطعت فوق كده هيبان فاضي، طب لو قطعت تحت هيبان لي بالمنظر ده كده. هنا بيفرق ما بين الاثنين بقى، اللي هو المركزي والمركزي السائب. على اليمين ده اللي هو المحور واصل من فوق لتحت، من تحت المبيض لغايه الاخر، يبقى ده عباره عن ايه؟ طبعا هو فراغ واحد بالشكل ده. لو انا قطعت القطاع رقم 2 سواء هنا او هنا، الاثنين هيدوني القطاع رقم 2، هيبقوا شبه بعض. طب لو قطعت في المكان الفاضي هنا هيبان لي بالمنظر ده كده. ادي وضع تاني مشيمي، وضع مشيمي ابص الاقي المبيض اهو، الاقي المشيمه تحت وطلع منها بويضه او اكتر. طبعا لو قطعت فوق هلاقيه فاضي، قطعت تحت هتبان لي البويضات بالمنظر ده كده. طب لو كانت بويضه واحده هتبان لي بالشكل ده كده. وادي المثال بتاعنا، ادي البلاسينتا تحت وادي البويضات هنا قاعدي بالشكل ده كده. طبعا لو كان الجزء ده امتد لغايه فوق يبقى دخلنا في المركز السائب، لا ده هنا تحت في قاعده المبيض بالمنظر ده اهو. هنا جايب لي اللي هو دوار الشمس، ادي بذره واحده بس موجوده وكان مكان اتصالها فين؟ تحت هنا اهو. طب الوضع المشيمي القمي زيه شبيه الكلام، هنا هيبقى بلاسينتا في الاعلى، لو خدت قطاع فوق هتبان لي كده، لو خدت قطاع في الفاضي هيبان لي فاضي، اذا كانت بذره واحده هتبان لي بهذا الشكل. وطبعا سواء قاعدي او المشيمي القمي ممكن يكون اكتر من حجره. ادي القمي بالشكل ده كده اهو، لسه بقول اكتر من حجره، وكل حجره اللي ايه البويضات طالعه من القمه. نشوف الوضع المشيمي المحوري بقى، بلاقي هنا اكتر من غرفه موجودين، والبويضات طالعه من المحور في النص بالشكل ده كده. وادي مثال اخر، ده القطاع الطولي بالمنظر ده، وادي البويضات يمين ويسار، هنا ثلاث حجرات هنا حجرتين والبويضات طالعه يمين ويسار. نبص لشكل اخر، ده اللي كان موجود على الغلاف، ادي حجرتين وادي البويضات طالعه من على المحور، نفس الكلام هنا واهو على اشكال مختلفه بالمنظر ده. برضو ده محوري عباره عن خمس كرابل موجودين اهم، ادي واحد اثنين ثلاثه وطالعين من على المحور، هنا موجودين ثلاثه باشكال مختلفه بقى اهو. ادي ثلاث حجرات بالمنظر ده، هنا بص حجم البويضات اصغر، هنا حجم البويضات اكبر على اختلاف. طيب هنا حجرتين اثنين بس، وطبعا واضح ان البلاسينتا منتفخه بالشكل ده قوي، وادي البويضات حواليها بالمنظر ده. ده القطاع طولي وادي قطاع اهو بالمنظر ده كده، خدنا قطاع بالطول خلاص، وادي عشان اشوف الايه الظهر، ده قطاع طولي وده قطاع طولي، ده القطاع اللي بالعرض، الكلام ده هنا مكتوب مش مظبوط. طيب تعالى نروح هنا، ادي قطاع الطولي بالمنظر ده، وادي هنا القطاع المحوري، وادي هنا خمس غرف، كل ده عباره عن ايه؟ وضع مشيمي ايه؟ محوري. تعالى نشوف بقى اشكال مختلفه منه، ادي هنا ثلاث حجرات، هنا حجرتين، ادي واحده والثانيه، نفس الكلام هنا، هنا حجرتين، ادي هنا خمسه الى اخره بقى، وادي البلاسينتا وادي ايه؟ البويضات باشكالها المختلفه، هنا طبعا في بويضه واحده بس، هنا في عده بويضات. ادي المنظر مره تانية هنا، ادي القطاع بالشكل ده كده، ادي بص البلاسينتا البيضة دي وادي البذور موجوده حواليها. هنا بقى ده خلي بالك الوضع ده محوري انما الوضع ده جداري، بص الفرق بين الاثنين، الجدار طالع ولافف عامل ايه زي جزء كده وشايل البيضات. البيضات هنا ما قلناش عليها محوري لانها طالعه من على الجدار، انما هنا البيضات طالعه من المحور، بص الفرق بين الاثنين، الاخضر ده طالع من المحور في النص انما الاخضر ده طالع من الجدار، يبقى ده اجزاي المحوري وده ايه بريتال او جداري اهو. وادي الوضع المشين المحوري، لو هو اربع حجرات، لو انا عديت هنا هعدي في سبطه هيبان فاضي، لو عديت هنا هيبان في حجرتين، ممكن يكون ثلاث حجرات او مختلف، ممكن يكون اكتر من حجره بالشكل ده كده. لو همر هنا بقطاع رقم واحد هيمر نص سبطه ونص حجره فيها بويضات، نفس الكلام اثنين او ثلاثه. هنا لو كان اثنين بس
فبالتالي لو مريت بالسبتم هيبان لي بالشكل ده كده مقفول، لو مريت بالطول بالمنظر ده هيبين لي الشكل اللي قدامنا، حجرتين وباين فيهم اتصال البويضات. الامثله بتاعتنا بقى الطماطم زي ما احنا شايفين، هنا في 4 حجرات، هنا 3، هنا 2، وده وضع مشيمي ايه بالمنظر ده. ادي القطاع عندي هنا اهو، بصوا بقى عد عدد الحجرات تبقى قد ايه، وادي البويضات موجوده او البذور نفس الكلام واحنا مكبرينها، وادي المحور وادي البلاسينتا مع الامثله طبعا للوضع المشيمي او الاوضاع المشيميه المختلفه في الزهره اللي هي اتصال او طرق اتصال البويضات بجدار المبيض. تمام، طبعا انا كل الامثله اللي حطيتها او الصور اتعمدت تكون فيها هي الثمار، ليه؟ عشان يبان فيها، لان عاده القطاع في الزهره بتكون الحجم بتاعها صغير الا اذا كان تحت المجهر وبتتصور بيكون واضح شويه، لكن طبعا كده كده لو كان هقطع في الثمره كاني قطعت في المبيض بالظبط، لان الثمره ما هي الا مبيض حصل تلقيح فيه، فبالتالي البويضه بقت ايه؟ بذور. فلو انا شفت مكان اتصال البذور بجدار الثمره كاني شفت البويضات ومكان اتصالها فين؟ في المبيض. وإلى أن نلتقي في فيديو جديد، أترككم في رعاية الله وأمانه، وأسألكم الدعاء، إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وأترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.